ناقشت الكلتيفاسيون تبع التين بمصر وانتقلت من ثم لليونان. باليونان اخذت درجه كثير كبيره وصارت شجره التين وصارت حبه التين من اذا بدك النظام الغذائي اليومي تبع جميع الاشخاص اللي عايشين هناك. قد ما كان عندها اهميه كثير كبيره طلعوا قانون منعوا انه يصدروا تين برات اليونان، فبقيت التين بس خاص لليونان خلال هالفتره. كمان كل شخص اما كل شخص كان بيسكن باليونان كانوا يعطوه اسم فيلوسيكوس يعني صديق التين. فكل هول الاشياء كانوا، وكمان الاتلات باليونان اول ما عملوا اول اوائل الالعاب الاولمبيه كمان كانوا يتغذوا ياكلوا تين، وكمان كانت التينه بترمز للفوز تبعهم كل ما كانوا يربحوا بالالعاب الاولمبيه. كمان كانوا يعملوا مثل سيريموني بيريفيكاسيون لل اذا بدك تطهير، كانت المراه تلبس عقد تين ابيض والرجال يلبس عقد تين اسود. فكان عنده كثير مجفف كان العقد ولا عادي؟ لا كان مثل عادي. هيدا مش مثل العقد اللي معنا. لا كان هيدا المخرج ضرب عينه عليه. نرجع نفرجيه نيكول لانه ما شافوا المشاهدين. هيدا تين مجفف صح؟ صح. سمين طبع اللي اوكي. هلا كمان الرومان كانوا كمان يعطوا اهميه كثير كبيره للتين، كانوا يتعملوا اولاد صغار حتى يكونوا عندهم قوه اكثر نشاط اكثر، ولا الاشخاص الكبيره بالعمر كمان كانوا يعطوهم تين لانه كانوا يؤمنوا انه التين بيساعدهم تيرجعوا اذا بدك يرجع الشباب لهم يضبطوا البشره تبعهم الى اخره. هو عن جد هالقد فيه فوائد ولا هلا بعدنا بس بيستدعى؟ بعدنا بعدنا بالتاريخ وكمان الاشخاص يعني روميلوس وريموس اللي هن بيقولوا انه هن اللي بنيوا روما كمان اندفنوا تحت شجره التين، فمن هون تنعرف قد ايه عندها اهميه كثير كبيره شجره التين. هلا اكيد اكبر انتاج للتين اليوم هو بكاليفورنيا باليونان بتركيا بالبرتغال وباسبانيا كمان. اولا دائما لما نحكي عن التين لازم اول شغله نتذكرها انه التين هو من انواع الفواكه اللي كثير غنيين بالالياف. يعني كل 3 حبات صغار فيهم 5 جرامات من الالياف. اوكي. يلي هن تقريبا 20% من نسبه الالياف اللي لازم تكون عم تاخذيها خلال النهار. كل الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل امساك هن بحاجه انه يزيدوا اذا بدك الانتاج تبع الالياف تبعهم، فيهم يرتكزوا على 3 حبات من التين. هون التين بقشره بياكلوه ولا مش بالضروره؟ لا مش بالضروره، بلا القشره تبعه. اكيد الالياف كثير مهمه مثل ما قلت لمشاكل الامساك، لكن الاشخاص يلي بحاجه انه تزيد الالياف خلال كل النهار دائما بنحبذ انه تاي اوكسيدنت. التين وكل انواع الفواكه دائما بقول انه الشجره لما تكون مزروعه بالارض تقدر تحارب عن كل العوامل البرانيه من الشتاء مثل اليوم للهواء لكل الطقس العاطي للشمس، تحتوي على فايتو كيميكلز اما مواد كيميائيه تبع البلانت. فايتو يعني بلانت باليوناني. فهالمواد الكيميائيه لما نكون عم ناكل نوع الخضره اما الفواكه رح تدخل على جسمنا ورح تساعد انه تقوي جسمنا تقوي لنا المناعه تبعنا، فحيلا مرض كنا معرضين له رح تساعدنا انه نحارب عنه. واكيد ثالث شغله بدنا نتذكرها عن التين انه غني بالكالسيوم وبالبوتاسيوم. كل 3 حبات صغار بيحتووا على 53 ميلي جرام من الكالسيوم اللي هن 6% من المحتاجات اليوميه للكالسيوم اللي لازم نكون عم ناخذها. البوتاسيوم 7% من المحتاجات اليوميه بنلاقيهم ب 3 حبات تين صغيره، والحديد كمان بنلاقي 6% من محتاجاتنا اليوميه للحديد. منه قليل التين ابدا، بس مين فيني ياكل بس 3 حبات؟ يعني انا التين عندي نقطه ضعف على الفواكه عن جد، الفواكه ما بتعني لي بس التين شيء. لا دائما لازم تنتبه يعني يكون عندك مثل ضوء احمر على التين، ما فيك تفتحي للتين انه لانه صغير. جوزي ضوء احمر التين بس يعيط علي، بكون في جات وبيختفي بكون تين يعني. لا عن جد كثير طيب، بس هول كثير صغار الحبات، انا عم بحكيك عن حبه التين. حبتين كبار مش اكثر. بساوي حسيت فواكه. إذا بدنا ناخد حستين من الفواكه بالنهار هو اللي لازم ناخده ناخد 4 حبات. طب إذا شخص ما بياكل فواكه أصلاً عرفتي ما في يفتح له شوي بالتين يعني بتقطع؟ يعني ما راح تعودي كل السنين بنهار واحد. الاعتدال دائما هو من افضل الحلول. هلا كثير الاشخاص يمكن اذا بدك بكثير من البولانجوري شو بيعملوا؟ بدل ما يستخدموا الزبده والسمنه بيستخدموا بيوري تين. لما تستخدميها انت وعم تعملي خبز اما جاتويات بتلعب زيت الدور تبع الزبده اما السمنه،
فهون ما بنكون عم نستعمل اذا بدك مواد دسمه، بنكون عم نستعمل التين وعم نستفيد من من طعمته الطيبه من الاكزاكتومون. اوكي كثير منيح. هلا الروستات اللي حضرتهم عندنا اول شيء هول، بس قبل الروستات في اشخاص بيقولوا اول شيء حتى نحكي عن التين، هول من شجرتك عم بتقولي هول التين اورجانيك. نحن صغار بس كنا نقطف تين يقولوا لنا انتبهوا اذا قطفتوا تين وهيك بتنزل شيء ابيض ما تحطوا ايدكم بعينكم لانه واحد يصاب بالعمى. مضبوط هالخبريه؟ هلا قد ايه بيصاب بالعمى ما بعرف، يعني في كذا اذا بدك في كثير خبريات سمعتيها بس تعيد انتبهوا من، وحتى في اشخاص اذا عندهم تلوله على مزبوط. على اصبعهم بحطوا الابيض تبع التين وبيقولوا لك ثلاث مرات ممكن ايه. ففي في في كثير في كثير خبريات يعني قد ايه قد ايه ساينتيفيكمون مضبوطين علميا مضبوطين ما بعرف. اوكي كثير منيح. وكمان بيقولوا التين بيعلي الضغط صح؟ لا لا ما بيعلي الضغط ابدا. لا اوكي. وللسكري للي معهم سكري قد ايه فيهم ياكلوا تين؟ اكيد لكل الاشخاص اللي بيعانوا من السكري بدهم ينتبهوا على قد ايه عم ياكلوا كميه فواكه خلال النهار. فهون كمان بحق لهم بحصتين فواكه، يعني فيهم ياكلوا ست حبات تين صغيره اما اربع حبات تين كبيره. اوكي كثير منيح. بلشنا بالروستات وكمان بدنا نخلي المجال مفتوح للمشاهدين اذا عندكم اي سؤال عن التين كمان حابين تسالوا نيكول عنه هي رح بتجاوب. تفضلي نيكول. اكيد الروستات اللي موجوده هون هي كناية عن خلطة فيها شوفان، فيها بذر الكتان المطحون يلي هو غني بالأوميغا 3 وغني كمان بالألياف نضاف على الغسات، وحطيت كمان كانولا أويل كمية كتير صغيرة، ملعقة عسل صغيرة، وطحين قمح كامل. فكلهم نخلطوا مع بعض ونحطه بالصينية ورجع نحط بالنص بيوريتين تين نسلقه بالماء ورجعوا انتحروا يعني مربى بيغي يعني الهيدي بس تفرمية يعني بس تفرمية مظبوط. بتحطيها يعني بتسل التين 24 حبة مسلقوا بعدين نخلطوا بالمكسر وبعدين نحطوا كلهم نخلطوا مع ملعقة العسل ونحطوا فوق الشوفان مع الطحين ورجع نحط فوق الكوش تانية ونقص ل 16 قطعة، كل قطعة فيها بال 127 واللي ما نحطه فرن سعرة حرارية بالفرن. اه بالفرن. اوكي قد ايه كل قطعه من هيك؟ 127 سعره حراريه. واو هول هن بدهم يتضايقوا الشباب. بيانات هيدي 24 حبتين بينسلقوا بيرجعوا بينخلطوا بالميكسر. اوكي بينخلطوا مع ربع حتى شيء على الفرن بيروح الدسم بتخف نسبه السكر. لا كلهم بضلوا مثل ما هن، يلي بخف هو نسبه المي اكيد رح تتبخر. وبالنسبه للحديد بفيز يعني او الحديد يعني قلت كل ثلاث حبات رح تكوني عم بتدخلي عم تاخذي 6% من محتاجاتك اليوميه للحديد. يعني بس 6% منها كميه كثير كبيره. اذا معمول مربى اكيد كلنا بنعرف المربى رح يكون منضاف له سعرات حراريه. جبت معي هون كاسه مربى تين، اكيد بدنا ناخذ ملعقه واحده مش صغيره، يعني كل انواع المربى رح يكون فيها سكر اضافي بدنا ننتبه منه. اوكي. وهلا افضل اذا عن جد كثير عبالك بعد الظهر تاخذي شيء حلو خذي ملعقه وكليها. يعني مثل ما هي الملعقه مش ضروري تحطي رح اكل الملعقه وخلي التنين. أول سلاد هي ملفوف أحمر مع جوز. أوكي. كذا مرة حكيت بكذا حلقة عن فوائد الملفوف الأحمر إنه هو من أنواع الأكل اللي بيساعدونا نصير أذكى. ليش؟ لأنه بيحتوي على يعني مكتفي بذكائه؟ لا دايما لازم تكون أذكى. فيه 6 لـ 8 مرات فيتامين سي أكثر من الملفوف الأبيض، فيه مضاد الأكسدة اللي هو الأنتوسيانين اللي هو بيعطيه لونه الأحمر، فيه حديد، فيه ألياف، فيه فيتامين بي 6 فوليت، وكتير مفيد لكل الأشخاص اللي بدهم يحافظوا على الذاكرة تبعهم. كتار الدراسات اللي بينت إنه إذا كل يوم كنت عم تدخلي ملفوف أحمر على نظامك الغذائي بتكوني عم تحافظي على الذاكرة تبعك بطريقة أفضل. خلص. فلهالسلاد عملت صوص محطوطة جواتها هي معمولة من تين، بتخلطي بالمكسر 3 حبات تين، بتحطي معهم خردل، بتحطي معهم شوية حامض، بتحطي معهم ملعقة زيت زيتون و أرك دو بروفونس. طعمة كتير طيبة، بتطلع حلوة على طيبة كتير. أوكي. وخصوصا مع الملفوف الأحمر كتير منيح. اكيد الجوز بنحكي دائما عن فوائده، اذا بنطلع على حبيه الجوز بتشبه الدماغ، كمان بتساعدنا لانه غنيه بالاوميغا 3 انه نحافظ كمان على الذكاء تبعنا على الذاكره تبعنا. اوكي الايسبرغ
الايسبرغ كمان حطيت ايسبرغ، حطيت جبنة مازة كمان 30 جرام، قصقصتها شقف صغيرة وحطيتها، وعندي كمان ترانش حبش كمان نقصه ونحطه، وحطيت التين مثل ما هو بحالته الطبيعية. فكمان فينا ندخل التين إذا ما كنا عم ناخده كحصة فواكه كسناك، فينا ندخله على السلادات تبعنا، هيدا السلادة مع فينيغ بالساميك، مع كمان فينا نزيد عليهم شو ما بدنا بهارات، أما أخذ بروفونس لانه نحن خلص وقتنا. نيكول هيدا السلاد هو الاثنين سلاد، شو وجبه كامله ولا فينا ناخذهم مع اكله؟ يعني بناخذهم، فينا ناخذ سلاد الملفوف عشيه كعشاء اذا كنا عم ناخذهم مع الطبخ تبعنا على وقت الغداء. مثل ما دائما نقول نص صحن دائما لازم نبلش بسلاد 25% بروتين و25% يعني هيدا السلاد مع شيء ثاني. اذا غدا يمكن هيدا ما رح تشبع كثير، بدنا نزيد كميه الحبش تشبعنا، او ناكل مع شيء بروتينات، اما فينا ناخذ كمية يعني 50% مع الطبخة اللي عندنا. أكيد هون عنا الباندومي مع البينات بوتر ومع التين، كمان من قصص التين كذا شقفة فينا ناخدها بعد الظهر قبل ما نروح على النادي الرياضي، بتعطينا طاقة اللي جسمنا بحاجة لها والحيوية تا نقدر نتمرن مزبوط. وأكيد هون الأشياء اللي لازم ننتبه دايما منهم التين يلي بيبقى مثل كومبوت او شيء مثل كومبوت مع السكر مع كل هول الاشياء، اذا فينا نستخدم السكر المحلي اما الارتفيشال ناكل اكثر من وحده كسناك بعد الظهر. واكيد التين المجفف اذا كان مجفف بحالته الطبيعيه ما بيخسر ولا سعره حراريه ولا فات، اذا كان بنضيف له سكر بدنا ننتبه منه ما ناخذ اكثر من وحده. اكل التين نيكول قبل ما تجي على الانترفيو بدي اخذه معك وانت هو شفتوا التين شو مفيد مشاهدينا، بيعطي هالطاقة الحيوية والطاقة. ما هيك eatlikenicole.com، اهلا وسهلا فيك على كل حال، يا ريت وقتنا كان اكثر. eatlikenicole.com واكيد تسمعوا على فيسبوك eatlikenicole كمان تيقدروا يتواصلوا معي جميع المشاهدين. لكن اليوم عملنا اكسبيرينس عن التين، ميرسي كثير لك مشاهدينا، فاصل وبنرجع بنتابع.